الصدق أمانة والكذب خيانة، يا ترى مين يكسب في الحياة، الإنسان الصادق ولا الإنسان الكاذب؟ ناس كتير قالوا في الزمن ده الكذاب يكسب والإنسان الصادق الناس بتقول عليه إنه ساذج ومش فاهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هيجي زمن على الناس هيصدقوا الكاذب ويكذبوا الصادق. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. صحيح أنت لو كذبت ممكن تكسب فلوس كتير بس ما فيهاش بركة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان، يعني المشتري والبائع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. صحيح أنت لو كذبت ممكن تاخد بيوت وأراضي وعقارات كتير بس الكذب ده هيكون سبب دخولك النار. الصدق، الصدق وسام شرف على صدر كل إنسان صادق.